حصاد الجنوب، أهلا بكم. دان ثياتو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري الذي ترأسه عليه الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس المجزرة الإسرائيلية باستهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته ووقف الجرائم التي تطال الأبرياء في فلسطين المحتلة. رئاسة الانتقالي ناقشت في اجتماعها كذلك الخطة الأمنية المزمع تنفيذها في العاصمة عدن لضبط الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة ومنع حمل السلاح، مؤكدة دعمها للأجهزة الأمنية وإجراءاتها للحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة. وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماع له اليوم في العاصمة عدن برئاسة القاضي محسن طالب على المقترح المقدم من النائب العام بشأن تعديل اختصاص نيابة الآثار. المجلس أقر في اجتماعه كذلك تعيين القاضي جلال عبيد محمد المرفدي عضوا في المكتب الفني بمكتب النائب العام، بالأضافة إلى إقراره حركة تنقلات واسعة في محاكم محافظتي لحج والضالع. رفضت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في ميناء المنطقة الحرة بالعاصمة عدن اليوم الخميس 4600 كرتون دجاج مجمد مستورد، ماركتي سيارة وزينة برازيليين منشأ فاسدتين نتيجة انخفاض التبريد. الهيئة أتلفت كذلك وعبر مكتبها في منفذ الوديعة كمية من المشروبات الغازية مخالفة للمواصفات القياسية في فترة الصلاحية بمشاركة جمارك الوديعة والجهات ذات العلاقة. ورياضيا، عوض شمسان خسارته التي مني بها في الجولة الأولى لبطولة دوري عدن الممتاز بالفوز في افتتاح الجولة الثانية على ضيفه المنصورة اليوم الخميس. فوز شمسان جاء بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بوزير بمدينة المعلا ليضع شمسان أول 3 نقاط في رصيده، في حين تجمد رصيد المنصورة عند نقطة واحدة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.